كليمة خير. إذا 44 دقيقة التحق بينا في الاستوديو كيف العادة الأستاذ مهدي شتورو. صباح الأنوار أستاذ. بارك الله فيك. صباح الأنوار وإن شاء الله جمعة مباركة على كل التوانسة، وإن شاء الله الله يلطف بإخواننا في فلسطين ويرزقهم النصر ببركة هذا اليوم وببركة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا راني ديما منخبيش عليكم الكواليس من أصعب المواضيع اللي اخترناهم في حلقتنا لليوم في ظل الأحداث المتواترة، في ظل ما قاعد يصير الأمتنا. أما أنا للظلم أن يندحر متى نصر الله، تساؤلات كبيرة ممكن تجيل أذهاننا وإحنا قاعدين نشوفه في الظلم اللي أصبح مهيمن على كل الأمم والشعوب. فما آيات عظيمة وفما أحداث صارت في التاريخ الإسلامي اللي ممكن كي نسترجعوها النجم ناخذ جرعة الأمل، وكلنا متيقنين أنه نصر الله باش يكون قريب، ولكن زيادة مهم جدا كأمة أحنا أنه زيادة ناخذ بالأسباب. أستاذ مهدي شتورو، متى نصر الله؟ كلمة أكيد نشوفوا فيها والناس الكل تتسائل، وقتاش يوفى هالظلم اللي قاعدين نشوفوا فيه؟ وقتاش تجي كلمة الله الحق باش تفصل ما بين الحق والباطل اللي قاعدين نشوفوا فيه؟ الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا في الحقيقة لست من رواد التشاؤم، بل بالعكس أنا من الناس الذين يريدون أن يقذفوا الأمل في قلوب الناس، لذلك أتكلم بكل صدق وأتكلم بكل أمل، لأن وعد الله حق في كل الأحوال، طال الزمان أو قصر وعد الله حق. طيب، وأحنا منذ فترة ليست بالبعيدة عملنا وقفة على مثل هذه الأمور. احنا توا مرت اكثر من سنة وقليل من الأيام يعني على 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 طوفان الأقصى عموما، وعلى الحرب التي شنها اليهود الغاصبين على إخواننا في فلسطين، والآن تولت في لبنان إلى آخره. والذي يستوقفني حقيقة هو جهاد هؤلاء الناس ويعني المرابطة التي يرابطونها في غزة وفي غير غزة. والحقيقة أن مرور هذه السنة كاملة مع كل المد الذي والإمدادات التي حصلت للعدو من الغرب أو جزء من الغرب من أسلحة وعتاد ونحو ذلك وكذا، إلا أننا رأينا صمودا ورأينا عزة من هؤلاء الإخوة المسلمين في تلك الربوع. لذلك قد تكثر التحليلات والتخمينات والتوقعات. أنا سأتكلم حقيقة من جانب وحيثية إيمانية بحتة وعقائدية بحتة، يعني نريد أن نتكلم عن أناس صمدوا. كيف صمدوا؟ نريد أن سنة كاملة أو أكثر من سنة أمام أطنان من الصواريخ ومن القصف ومن القنابل ونحو المتفجرات ونحو ذلك، صمدوا لأجل عزتهم، لأجل كرامتهم، لأجل دينهم، لأجل أعراضهم، ولأجل حرمة بلدهم، وأولا وآخرا لأجل كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه. فهؤلاء الناس في جهاد دفع، يدفعون عن أنفسهم وعنا نحن العدو، يدفعون وكأنهم يجاهدون بالنيابة عني وعنك، لأنه حقيقة نحن معنيون بتراب تلك البلاد وتلك الربوع، كما هم معنيون ببلادهم، ونحن معنيون بكل شبر من بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما أننا معنيون بتراب بلادنا. فهؤلاء الناس نسميهم هؤلاء الناس لأنه لم أجد إلى يوم الناس هذا كلمة يعني أشرف من العزة التي وصلوا إليها، يعني تعجز الكلمات عن وصف المرابطين. فهؤلاء صدقوا بوعد الله ولا زالوا يصدقون بوعد الله سبحانه وتعالى، طال الزمن أو قصر. الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فهم
يصبرون إلى أن يأتي هذا الوعد. ثم قد يتساءل بعض الناس توا المشاهد اللي نشوف فيها من بأساء وضراء وأشلاء وحقيقة يعني تقشعر لها الأبدان وتقتلع لها نيات القلوب، يعني هل 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 المشاهد هذه كيفاش، متى ستنتهي؟ نقول قبل كل شيء راهو البأساء والضراء هي من مقتضيات الحروب، راه معناتها هذه موجودة يعني سنة الله، فهذه المقتضيات وهذه الضريبة. إذا أراد أن يجاهد الإنسان مثلا ويرابط بشي يدافع على بلاده وعلى عرضه وعلى أمه وعلى أخته وعلى أبوه على كذا، فهذا هذه الضريبة لابد منها قبل كل شيء. وأول ثم البأساء والضراء أخبر عنها ربنا في القرآن الكريم، وانت الآية يعني مشهورة الآن صارت وتتداول بين الناس، قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني ثم شكون سبقونا وسألوا السؤال هذا، ويقال أن الآية نزلت في غزوة الأحزاب اللي هي المسمات بغزوة الخندق، سنة 5 للهجرة، عدد المسلمين 3000 ما يزيدوش، رأى ما يزيدوش على 3000 وجاوهم أكثر من 10000، ومع هذا حصل الذي حصل وجاء نصر الله. ثم شكون وقع في قلبه شيء من الوهن وفم من الشك، وفم منافقين قالوا وما وعدنا الله ورسوله إلا الغرورة، يعني هذا كله كذب. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب، بمعنى أنكم يعني تستعجلون النصر وتستبطئونه. فالنصر يا جماعة أنا نحب نقول شوف كيما الرزق بالضبط، كما أنك لا ينبغي أن تستعجل أو خلينا نقول تستبطئ رزقك، رزقك يأتيك ومثل أجلك بالضبط، كذلك النصر هو رزق يأتي بإذن الله. التعداد والأعداد والسنوات والأيام لعلك أنت هذه حساباتك أنت، لكن الله سبحانه وتعالى شأنه شأن آخر، الله سبحانه وتعالى مشيئته وعلمه شيء آخر تماما. فنحن لا نسلم إلا لله سبحانه وتعالى ونصبر، ولأن الله وعده حق، هذا المطلوب منا. ثم التساؤل هذا مشروع، متى نصر الله؟ سبقنا إليه صحابة وحتى الأنبياء فيما مضى كانوا يسألون الله متى النصر. فعندما نسأل هذا السؤال لابد أن يتبادر إلى أذهاننا شيء مهم: النصر لا يأتي إلا بتعاطي أسبابه. سهلة برش، أنت باش تاكل مش تذهب الجوع ولا اذهاب الجوع لابد فيه من تعاطي الاسباب وهو الاكل. مثلا نحب انت عطشانه وتحب ترتوي، اراه الارتواء يحصل بالماء، تعاطي الاسباب. كيف النصر هذا تعاطي الاسباب، لابد له من تعاطي الاسباب. ومن بين اعظم امور تعاطي الاسباب النصر في هذا الزمان انا الراء والله اعلم هما زوز اشياء. الشيء الاول هو تطبيق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بطريقة أخرى، وحتى ما ندخلوش في تجاذبات، وحتى ما أنت أخبرت في أول الحصة أو في أول المداخلة أنه راه معناتها مش سهل تحضير مثل هذه الأمور، نقول راه التعاطي النصر لابد له من تعاطي أسبابه، ومن بين تعاطي أسبابه أن نتوحد فيما بيننا. لما ترى العدو متاعك موحد في 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 فيما بينه، يعني أنت يكفي أنك تسمع أنه واحد يهودي يتولد في أقصى الأرض أو ما أو أدناها يكتب اسمه وينظر فيه ويتعاهد، وإذا نقص شيء فيما بعد يعينوه، عندهم يعني تضامن فيما بينهم عجيب. أنا سبق لي وليس الأمر بالسر أن ندخل نشوف الغرف متاعهم ونشوفهم كيفاش يفكروا الناس هذوما، يعني تلقاهم مثلا يجمعون المال لفئة من اليهود في بلاد بعيدة جدا ما يعرفوهاش بالمرة لا لشيء، إلا لأن رجل دين يهودي أخبرهم أن هؤلاء مستضعفين في الأرض.
ناس كيف هكا يعني يفكرون بالطريقة هذه، موحدين للصفوف فيما بينهم ويعاونوا في بعضهم بهذا الطريق، وولاؤهم التام إلى تلك البلاد وذلك الكيان. فهمتني؟ طبيعي أن ينتصر عليك. فأنت إذا أردت أن توحد صفوفك وأن ترجع، والأصل أن دينك يدعو لهذا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام منذ الصغر ونحن نتعلم الحديث أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا أصابه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شنو معناتها هو الأحاديث ذي أخي؟ هو يقولها النبي هكذا، الأمثلة التي يضربها لنا النبي حتى نفهم أن المصري هذاك خويا والأردني هذاك خويا واللي في الحبيل بلاد الحجاز ولا في بلاد الشام ولا في المغرب ولا في، كلنا إخوة في الله. يعني ما يؤلمه يؤلمنا، فلا بد أن نكون يكون لنا إرادة واحدة وهدف واحد وسياسة واحدة وجيش واحد وصناعة واحدة وشنو ما قلت كل شيء واحد، لابد حتى تتكلم عن النصر، هذه واحدة. وثاني شيء، هؤلاء الناس اللي هم العدو بتاعنا أسس لنظام عالمي، والنظام العالمي هو الحصة متاع اليوم خارجة شوية عن المعهود، ولكن لابد أن نتكلم في مثل هذا. أسس لنظام عالمي، وهذا النظام عالمي، النظام العالمي لا يعينني أنا كمسلم في الهدف متاعي، بل يعينه هو. أبسط الأشياء احنا مؤخرا بعد طوفان الأقصى اكتشفنا ان الفيسبوك مثلا معناتها لا يراعي المسلمين، اذا نزلت مثلا منشور فيه كتبت فيه فلسطين او نحو ذلك، وكأننا ما علمنا ان اصحابه القائمين عليه هم يعني يدعمون ذلك الكيان الذي لا يسمى. فبالتالي يعني كأننا نصطدم بأمور لم نعلمها من قبل ولكننا نعلمها، والسذاجة ماهيش مطلوبة. فبالتالي الانضواء تحت هذا النظام العالمي لابد أن نجعل له نهاية. الانضواء هذا تحت نظام يدعو إلى ما يسمى بالشذوذ، وما يسمى بين الزواج بين الرجل والرجل والزوجة والزوجة والمرأة والمرأة، النظام الذي يدعو إلى تمييع الدين وتمييع الأوامر الإلهية والحرية المفرطة التي تدعو إلى الشهوات المحرمة ونحو ذلك، هذا كله مخدوم عليه ومجعول لدحضك أنت كمسلم ولكسرك أنت كمسلم، وأنت عليك أن تعمل على كسر هذا النظام. كيف تعمل على كسره؟ بأن لا تنضوي تحته بجهد نفسك، ومن بين ذلك المقاطعة. هذه المقاطعة ومن أهم الأشياء اللي مهم جدا أنه نكملوا نرابطوا في المسألة هذه ونكملوا نواصلوا على الأقل المجهود هذاك. ما مشيش السودان، نورينا عديد الشركات العالمية اللي أغلقت أبوابها في عديد الدول في العالم. إن شاء الله يا ربي نصر قريب. مهم جدا أنه ناخذوا بالأسباب، نسمى أمة قدرية، ولكن مهم جدا أنه ناخذوا بالأسباب، ما نعملوش فقط على أنه نعرفوا أنه نصر الله قريب ومتيقنين أنه بش يكون قريب، وإحنا قاعدين منش قاعدين نتحركوا، منش قاعدين ننجوا، منش قاعدين نحاولوا أنه ننافسوا هالدول هذية هالأعداء هذوما في المجالات اللي هما متقدمين فيهم. إن شاء الله ربي يرحمنا أستاذ مهدي، نكملوا بالدعاء نختموا به. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا الصلاة في الأقصى عاجلا غير آجل. اللهم اجعل كيد الغاصبين في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وآخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هكا نوصل لنهاية موعدنا لليوم من صباح الخير تونس. كل الشكر ليك أستاذ مهدي شتورو، كيف كل الشكر نادية بالحاج حسام يحيى، كل الناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح. الجمعة من 6 للصباح.